لا مشاركة بي معونة وعمر بيتية وكبعينة وخير لسه وليك شغله وتودي تودي اس او اس و قاسي اغراض بو وقت ايدي وحالي دنها وخايو يعني ثلاث لميدي شكرا لالتن المنظمة اس او اس على هالمساعدات اللي تقدموها وعلى الكادر اللي يقوم بالواجب الله يزيد عليكم يعطيك العافية بس شال معوني نشكر منظمة SOS الأخوات والشباب عم يساعدونا بهالوقت الحرب ووقت الكورونا كمان عم يعني يقصوا معنا بكل ناحية وعم يعطونا الكهرباء كمان تودي ألخو SOS خدكم وراولا تريح ببيتي نفقينا وشغلوا ليتو وتودي ألخو غلبي وعمر بيطيخو خدكومر وخدكومر والشعب زي تنيحو عليهم يعني كون بلي اغراض طلو بيتو يعني ليت تنفقي كل حوحة يعني ليت يزمات الموخر